النهارده هنتكلم اول حاجه الاوبجكتيفز بتاعتنا، ان احنا ان شاء الله ان احنا نحاول نزود فهمكم للافكتيف كلاس روم مانجمنت، ان احنا ازاي نعرف نتحكم في الفصل بشكل فعال، ان احنا نحاول نزود الطرق اللي احنا بنتعامل بيها مع الطلبه في الكلاس، ان احنا يعني نزود شويه معلومات، يعني لو حتى عندنا معلومات من قبل كده ان احنا نحاول نزودها شويه. اول حاجه طبعا لو انتوا هتقدروا تعملوا ده، انا احب ان احنا نخش على اللينك، انا هبعته على الشات هنا، لو تقدروا تخشوا عليه. أو لو نخش على أنا بعت اوريدي اللينك، أو لو نخش على nearpod.com وندخل اللينك اللي هو الكود اللي هو ZWYEQ. لو ده مناسب لينا، أنا بس يعني أنا هسألكم بس حاجات بسيطة. لو هيكون في مشكلة يعني ممكن نبتدي على طول، أنا واضح إن مفيش أي حد دخل خالص على اللينك، أنا بعته في الشات. أنا كنت ببساطة يعني ناوي أسأل، أهو في 2 دخلوا، أوكي. مبدئيا السؤال بيقول هل احنا اوقات بنحس ان احنا مش عارفين نتحكم في الفصل، اوقات الفصل بيبقى واصل لمرحلة صعبة جدا من ان احنا نتحكم فيه. انا بس يعني عايزكم تجاوبوا السؤال يا يا لا. هو أنا جاوبت على السؤال، أعتقد مش عارفة ظهر لحضرتك ولا أنا مش شايف حاجة تانية. معلش أنا آسف جدا بس الصوت مش واضح. هو أنا جاوبت على السؤال في اللينك، فهل هو ظاهر هل هو لحضرتك ظاهر ولا أنا لحضرتك ماشية ولا أنا غلط؟ ماشية غلط؟ ثانية واحدة. طيب ثانية واحدة. احنا دلوقتي ثانية، انا بعتذر جدا، لا لا عادي، لا لا عادي، بس في تكنيكال حاجة بسيطة جدا. انا ظاهر لي ان ناس كتير بتقول ان هو يعني ان في اوقات يعني بعض الناس بتواجه مشاكل، وده النهارده من الحاجات، وانا نفسي يعني انا شخص بدي السيشن، انا نفسي بواجه مشاكل اوقات في التحكم في الطلبه، بس ان شاء الله. كان حد برضو استاذ محمد كان بيقول كتير جدا، خصوصا ان حضرتك اول ترم ليك في الشغل وكمان نزلت هاي سكول، فا متخيل جدا، متخيل اللي بيحصل جدا. وهاي سكول احنا كده دخلنا في كمان فئه اوريدي طبيعتها صعبه، بس كل سن ليه صعوبته، وان شاء الله النهارده نقدر يعني نتعلم كام حاجه جديده، يعني في حاجات انا كمان اتعلمتها وانا بحضر، فان شاء الله تفرق معايا. طيب احنا مبدئيا هو ايه كلاس روم مانجمنت بشكل يعني بسيط؟ احنا الكلاس روم مانجمنت هو بيكلمنا عن الطرق الاستراتيجيات التكنيكس في ان احنا نتعامل مع
الطلبة، وإن إحنا نهيئ لهم environment، إن إحنا نخلق لهم زي يعني environment هم يقدروا فيها يكبروا ويبقوا بيتفاعلوا فيها. هو معظم الأوقات بيبقوا هو الفكرة إن هم عايزين طريق، مش عايزين يبقوا قاعدين طول الوقت قاعدين بيعملوا حاجات، هم بيبقوا أوقات عايزين التفاعل، وإحنا عايزين نوظف التفاعل ده أو الشقاوة دي بشكل يكون يعني مناسب لينا احنا وبيساعدنا في الاوبجكتيفز بتاعتنا. بس فاحنا هنتكلم على ثانية واحدة. هي ليه مهمة؟ هو مبدئيا هيفرق جدا ان انا في اخر الحصة بتاعتي هبقى هيكون عندي الاوبجكتيفز بتاعتي هتبقى واضحة، هقدر اوصل لها، هتساعد ان انا علاقتي بالطلبه تكون احسن، انا نفسي هطلع من الكلاس مش مرهق مش تعبان زي ما بيحصل في العادي، بالذات في كده دايما كده دايما يبقى في سمعه كده فصل معين ان سمعه الفصل ده متعبه جدا والفصل ده ما حدش عارف يتعامل معاه. احنا ان شاء الله عايزين يعني نتغلب على الكام نقطه دي. ازاي هنقدر نعمل ده؟ أول حاجة، وطبعا الكلام أسهل من الفعل بس هي بحاجات بسيطة جدا نقدر نعملها، هو إن إحنا محتاجين نبني علاقة إيجابية، نبيلد a positive relationship مع الطلبة بتوعنا. يعني كتير جدا إحنا بننسى إن إحنا كنا طلبة إحنا كمان، وأوقات بننسى إن الطلبة دي كمان أنا آسف جدا يعني أستاذة ندى، مفيش أي مشكلة خالص لو حضرتك عايزة الإيميل بتاعي أو أي حاجة نقدر يعني أقول لحضرتك اللي فاتك، مفيش أي مشكلة خالص يعني مفيش أي مشكلة، أنا بس هتكلم في كام نقطة لحد ما حضرتك بس ترجعي. مبدئيا تعالوا نفتكر كده مع بعض أول أكتر مدرس فرق معانا. دايما كده عندنا إيه فيفورت تيتشر كده، انا بالنسبه لي كان ماي فيفرت تيتشر كانت ربنا يعني مسيها بالخير مس اماني، ف كانت مدرسه انجلش في جريد 5 وجريد 6 بالنسبه لي وانا في 5 و6 ابتدائي، والست دي فرقت معايا جدا. من الحاجات اللي كانت بتفرق معايا ان هي كانت بتتعامل معايا لاني بني ادم مش طالب، يعني فكره اوقات ان احنا بننسى ان احنا بنتعامل مع بشر زينا زيهم عندهم مشاعر بيعملوا حاجات، اي نعم اشقياء شويه متعبين شويه بس ده موضوع تاني. فاحنا رقم واحد محتاجين نبني علاقة معاهم، نبني نوع من أنواع الصداقة. وصداقة ما يبقاش فيها تعدي برضو، لأن برضو في مدرسين بيقعوا فخ إن إحنا نبقى أصحاب وصحاب قوي، فبلاقي إن في بعض التجاوزات بتحصل ده مش مقبول. هو الفكرة إن إحنا نمسك العصاية من النص، إن إحنا نعرف نشوفهم كبشر ونتعامل معاهم كأصدقاء ونعرف نتكلم مع بعض، يبقى في حوار بره الفصل بيبقى حاصل، وفي نفس الوقت إن إحنا عارفين يعني ايه هم شايفيني برضو حد اكبر منهم، حد في حته تانية مش اللي هو صاحبهم اللي مثلا ممكن يضربوه بالقفا مثلا. وفي مدرسين طبعا انا مش شفت ده في المدرسه عندنا بس شفت ده في حته تانية، الموضوع ممكن يبقى فيه هزار بالايد. طيب لو الطلبه عندها القدره ان هي تعرف مين بيحبها ومين لا، من الطفل اللي في كي جي 1 بيبقى عنده القدره دي، فالطلبه يعني ما بالك بقى الاكبر. فهو لو رقم واحد حس ان حضرتك او حضرتك يعني بتحبوه او بتحبيها، هتحسوا ان هما بيحسوا ده فعلا وبيفرق في العلاقه جدا. فده رقم واحد، يعني في اي كتاب له علاقه بالكلاس روم مانجمنت لازم اول حاجه بتتقال ان احنا لازم نبني صداقه ونبني علاقه مع الطلبه بتوعنا. بس في اوقات بيبقى بس كل محتاجين نعمله ان احنا نتكلم معاهم، يعني نعرف نفسهم يبقوا ايه لما يكبروا، حياتهم ايه، بيعملوا ايه في وقت فراغهم، بيخرجوا فين. كلام عادي مش لازم يبقى كلام عميق بقى بنتكلم فيه على مشاكل الاهل واللي بيحصلوا، لا. فكره ان انا بعرف اتكلم معاه ومش بكشر ومش قالب وشي كل ما بقى بتكلم مع حد من طلبه. وعلى فكره ممكن ابقى مكشر معاهم جوه الفصل، اطلع بره الفصل اتعامل معاهم عادي جدا جدا جدا. اللي بيحصل جوه الفصل ملوش علاقه بمشاعري بقى بره الفصل، وده نوع ان انا اعرف افصل ده شيء مهم. طيب
من الحاجات المهمة جدا ان احنا محتاجين يبقى عندنا روتين ثابت، روتين الولاد عارفينه، في سواء في اول ما بخش الفصل او وانا بشرح او وقت الحل. الروتين ده لازم يعني بيبقى ان انا بجهزه من اول السنة، يعني انا عارف انا بخش الفصل بعمل ايه. وده طبعا لو انا عندي lesson plan كويسة وانا عارف انا بعمل ايه already وعندي الحاجات ثابتة، يبقى ده سهل جدا على الطلبة، وبالذات في السن الصغير وحتى في السن الكبير الروتين بيفرق جدا. يعني الروتين دايما ليها معنى سلبي عند الناس، بس في الحقيقة الروتين مفيد جدا في ان احنا نتحكم في البيهيفير، وكمان مفيد جدا لانه بيحسس الطلبة بالامان، بيحس ان هو مرتاح او شيء او شيء عارفه او هي عارفاه. فلازم يبقى عندي رولز واضحة. مثلا انا مثلا بدي للولاد عندي مثلا 3 warnings قبل ما بعمل اي اكشن. فانا مثلا حاطط زي بورد عندي صغيره كده جنب البورد الكبيره، انا وانا ماشي كده شايف حد البيهيفير بتاعه كويس، انا وانا بشرح ما بتكلمش بديلهم علامه صح جنب اسمه، شفت مثلا بيهيفير مش كويس بحط كروس. طيب ايه مثلا، طب ما هو انا مش هفضل ادي حاجات علامات صح وغلط كده يعني وما اعملش حاجه. لا، الولاد عارفه ان انا اول ما لحد ما الطلب هيوصل 3 كروسز اوتوماتيكلي مش هيروح بريك ومش بتكلم كتير، وعارفيني ومجربيني، يعني هم عارفين انا شخص طيب جدا وبحبهم جدا وهعدلهم كذا حاجه ومش بقف عند كل حاجه قوي. لكن في وقت من الاوقات هم عارفين برضو ان انا عندي رولز معينه، فانا هطبق الرولز دي في الوقت اللي انا هم عارفين في اخر فيه consequences، في عواقب للافعال بتاعتهم. ولازم وفي اول السنه بدخلهم معايا، هم بيبقوا عارفين ايه الرولز دي وهم بيطلعوها معايا على فكره، واوقات كمان بخليهم هم اللي يكتبوها وهم اللي يوقعوها، يعني بيعملوا زي بيكتبوا يعني زي سيجنتشر كده على الرولز اللي احنا اتفقنا عليها. بس ولازم اميك شور ان مش بس الرولز دي بقى بتطبق يعني في الكلاس بتاعي، لازم اكون متفق مع بقيه المدرسين بشكل او باخر، يعني حتى لو مش بنفس الطريقه 100%. طبعا يفضل ان احنا كلنا نبقى مع بعض بنعمل نفس الحاجه، علشان ده بينشور احسن بيهيفير واحسن كنترول للفصل. لكن لو مش قادر بس يبقى يعني كلنا على نفس الصفحه، كلنا on the same page في الحاجات اللي ليها علاقه بالروتين وليها علاقه بالقواعد وليها علاقه بالعواقب. بس وانت كمان طبعا الرولز دي بتابلاي لينا، يعني لو انا قايل مثلا ما استخدمش موبايلات، ما بقاش انا ماسك موبايلي في الكلاس مثلا. بس ولازم من الحاجات برضو اللي انا يعني من خبرتي الصغيره اخدت بالي ان مدرسين كتير بيقعوا فيها، ان ما بيعرفوش يتحكموا في اعصابهم. الولاد بيبقوا طول الوقت عايزين يجربوا، يعني عايزين يشوفوا اخر حضرتك او حضرتك ايه. فلو عرفوا ان خلاص اخر حضرتك زعيق وهتسكت بعديها، خلاص كده هم عرفوا كده اخر مستر فلان كذا، اخر مس فلانة كذا. فاحنا لا احنا عايزين نهددهم، نحسسهم انهم مهددين طول الوقت، ولا احنا عايزين لازم ولا عايزينهم برضو يكونوا مرتاحين قوي طول الوقت. احنا عايزين نمسك تاني العصايه من النص. فاي سيتويشن هيحصل انا لازم اكون هادي. يعني السيتويشن ده ممكن انكلود ايه؟ ممكن انكلود ان حتى قام هيضرب حد تاني، حتى وانا بمسكه، حتى وانا ببعد الطالب ده عن الطالب التاني، انا بعمل ده بهدوء ومش لازم ان انا انفعل، لان في المواقف اللي زي دي الانفعال فيها ممكن يخلي الموضوع أسوأ، بالذات لو حد من الطلبة دي مثلا عندهم مشاكل غضب. يعني لو عند غالبا غالبا بيبقى ده حاصل، ان هو عندهم anger management issues مثلا، مشاكل تحكم في الغضب. في حالة الزعيق، في حالة ان انا انفعلت انا كمان، هو ممكن الطالب ده ينفعل عليا، فانا ساعتها كده الموضوع يعني وصل مني لمرحلة انا المفروض ان انا بكون بتحكم وبهدي، لكن انا ممكن بتصرف مش احسن حاجه خليت الموضوع أسوأ. بس وهم الطلبه طبعا بيتعودوا على، انا بنشوف كتير جدا مدرسين قاعدين بيزعقوا وطلبه مش سامعاهم، خلاص بيتعودوا على الزي.
طريقة توصيل المعلومة ممكن تبقى بكذا طريقة، وده هنتكلم فيه برضو في بقية السيشن. مبدئيا من من الحاجات برضو اللي بتفرق هي ان انا اديهم شغلانة يعملوها في الكلاس. غالبا كل مدرس حتى لو يعني اللي بيستخدم كلاس روم جوبز ان هو يستخدم شغلانة او حاجة بيبقى شخص واحد، يعني بيبقى غالبا مش يعني مدرس او اثنين، والحتى الجوبز اللي بيعملوها بتبقى برضو حد او اثنين، اللي هو مثلا حد اللي هو بيساعد المدرس بس اللي هو الهيلبر. لكن لا، هو في اكشلي جوبز تانية، وممكن نخش نبص عليها على توينكل، ممكن نخش نبص عليها في كذا حتة. مبدئيا انا مثلا عندي جوب لحد بيطفي النور، وجوب لحد يقفل الستاره، وجوب لحد بيفتح لي بروجيكتور، وجوب قبل ما انا اجي طالب يولع لي الكمبيوتر ويجهز لي حاجتي يعني، وعندي طالب بيحط لي الورق، وعندي طلبه بتوزع الورق. انا بخش الكلاس كاني يعني مثلا ممكن ايه حاجه شبه سندريلا مثلا، لما العصافير بتقعد تساعدها مثلا ايه تنظف البيت، نفس الفكره. فالفكره ان احنا انفولد، نخليهم داخلين معانا في الـ يعني هم جزء من الفصل، جزء من الانفايرمنت بتاعت الفصل، ده بيفرق جدا معاهم وبيحسسهم ان هم ليهم دور، وبيبقى نفسهم في شغلانات قوي. يعني انا كمان مثلا بجيب لهم زرع، عندي زرع في الفصل، وعندي حد كل اسبوع بغير مثلا كده كده بغير الجوبز دي كل اسبوع، مثلا حد بيسقي الزرع، كلهم نفسهم يبقى شغلانتهم ان هم يسقوا الزرع، الجناين اللي جواهم طالع، ودي حاجه شيء جميل انا بحب ده. بس فاحنا لازم نبقى برضو مش لازم يعني برضو كثره الجوبز قوي، بس هي الفكره ان هي بتفرق ان انا ادي كل حد دور. بس مثلا لو عندي طلبه من الطلبه اللي بتتكلم كتير، او مثلا بتسبب ازعاج كتير، ممكن اخليهم المساعدين بتوعي، ده بيهديهم. لما اخد الشخص اللي هو بيعمل دوشه واقعده في الكرسي بتاعي بيساعدني في حاجه، هو اللي بيعمل مثلا انا عامل برزنتيشن، هو اللي بيحرك سلايدز او حاجه، مع اني ممكن احركها من سمارت بورد عادي، بس انا بس هو بيبقى مبسوط بده او هي مبسوطه بده، تمام. بس لازم برضو نبقى زي ما كنت بنقول، فكره ان احنا كونسيستنت في التيتشنج ستايل، ان انا يعني حصتي دايما متقسمه، يعني دايما الولاد عارفه ان انا باجي اول 5 دقايق ما بعملش اي حاجه خالص، هم بيبقوا اول 5 دقايق دول هم بيتقسموا جروبس، هم اوريدي قاعدين في جروبس، يعني كل جروب بيقعد لوحده، وانا بدي بعد 5 دقايق بالظبط بشوف مين، بعد ما اكون جهزت حاجتي والريسورسز بتاعتي والبرزنتيشن وكل حاجه، بشوف الجروبس اللي تبقى قاعده بديها نقط او تشيكس، او الجروبس اللي مش قاعده ما بتاخدش. وعارفين ان انا دايما ببتدي غالبا ببرزنتيشن بتبقى صغيره، بعد كده بيبقى عندنا براكتس، بعد كده بننهي بحاجه زي ريفلكشن كده، بيكتبوا حاجه في الاخر. فانا ات سام بوينت مش بقول احنا هنعمل ايه، هم عارفين انا هعمل ايه. في اليوم اللي بدرس فيه البوكاب بيعملوا كذا كذا، اليوم اللي بدرس فيه جرامر بيعملوا فيه كذا كذا. فمش بنقعد نعيد ونزيد ايه اللي هيحصل، فده بيفرق جدا. لكن لو انا بغير في طريقه تدريسي على طول، طبعا ممكن اعمل اكتيفيتي كل فتره عادي، كل اسبوع ممكن اعمل حاجه مختلفه، لكن ما بقاش كل حصه بخش اعمل حاجه مختلفه تماما عن الحصه اللي قبليها، لان ده معناه ان احنا محتاجين نقول انستراكشنز جديده ورولز جديده، وده طبعا بيضيع من وقت الحصه كتير. نخش يعني بلاش نخش يعني يا ريت كلنا الكلام ده ليا قبل اي حد، ان احنا نخش الفصل واحنا مبتسمين. يعني يعني حتى لو ابتسامه مش حقيقيه قوي، حتى لو فيك شويه مش مشكله، بس لازم يعني الولاد يحسوا ان انا مبسوط وان انا داخل لهم، وان انا مش داخل، حتى لو انا مش حتى لو انا متضايق، حتى لو احنا الحصه اللي فاتت انا مش زعلان منهم. فكره ان انا داخل بابتسامه دي بتفرق في حاجات كتير جدا، وبتفرق في نفسيتهم جدا، وبتقول لهم الحصة هتبقى شكلها عامل ازاي، دمها خفيف ولا هتبقى حاجة تضايق. مبدئيا، ولازم برضو من وقت للتاني نضحك عادي، لو حصل حاجة مضحكة في الفصل، حد قال حاجة دمها خفيف، أو حصل موقف دمه خفيف، طبعا مش على المليان وعلى الفاضي ومش كتير، نحن نضحك معاهم عادي، جزء من العلاقات الانسانيه. يعني حتى لو انا داخل النهارده معاكم سيشن
ومش بهزر او مش بضحك او كده، ده هيديكم طبعا عني ان انا شخص دمي تقيل. فهو مهما كان هم عاملين ازاي، فهم في الاخر بيقضوا وقت طويل قوي معانا، 7-8 ساعات في اليوم. فانا مش يعني مش لازم يكون 7-8 ساعات دول غم يعني، لا ليا ولا ليه. حتى لما انا بضحك مع الولاد في الفصل او حاجه، ده بيخلي المدرس نفسه في مود احسن. اوقات في بدايه الكلاس ممكن احكي لهم قصه مضحكه حصلت معايا، او حاجه انا شفتها ضحكتني، او فيديو ضحكني وحبيت اشاركه وفكرني بالولاد بحاجه. ففي كده دايما بيبقى فقره كده ان احنا انا في الاول ان انا ممكن ابقى بدردش معاهم الدردشه دي، وانت تعرفهم على يعني على حضرتك او على حضرتك بشكل شخصي، بتفرق معاهم جدا وبتبسطهم جدا. بس اوقات بتبقى ممكن حتى نكته، ممكن ميم، ممكن فيديو، ده بيخلق جو ايجابي وجو لطيف في الكلاس. في برضو احنا كنا بنتكلم على الرولز وبنتكلم على العواقب، عواقب الافعال وكده. بشوف دايما برضو مدرسين زي بيقلبوا وشهم تماما وكانهم بيتحولوا. فكره ان احنا ما نتحولش، احنا مش احنا في الاخر لازم يعني احنا هنعمل الرولز وهنعمل كل حاجه، بس هنعملها بطيبه، وبنفهمه ان احنا مش بنع... يعني ان احنا مش اشرار، وان احنا مش بنعمل كده عشان احنا عايزين نضايقه. يعني انا مثلا عندي اكزامبل، مثلا كان لسه عندي حد الاسبوع اللي فات، ولد من الولاد عمل كذا تصرف مش كويس، فكان واخد بريك ديتنشن. انا في العادي باخد نص بريك مش كل بريك، بس هو كانت افعاله زادت شويه فالبريك كله، فبيعيط لي. فانا ببساطه جدا انا حضنته وقلت له يعني والله حبيبي انا بحبك جدا جدا وانت عارف، بس انت برضو مش نازل بريك. يعني بكل حب وكل لطف وكل يعني طيبه، انا مش هعمل له اللي هو عايزه، بس انا برضو بتعامل معاه على انه انسان. انا خلاص مش اللي هو بقى عمل كده فصلي ينام وطلع عيني طول الفصل، لكن انا مش هبقى مش عايز اوري له. يعني انا برضو بحاول على قد ما اقدر، يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اطلع احسن بيهيفير عندي، علشان برضو ده يكون ريفرنس ليه، هو حاجه يفتكرها، يفتكر ان ممكن شخص يكون حازم بس طيب، فده بيفرق. فاحنا بندي كذا وورنينج. لو لقيت ان انا بعد ما اديت كذا وورنينج البيهيفير اتحسن، يعني برضو ممكن يعني اهدى شويه، مش لازم ابقى مركز معاها على طول. بس فهو لو خلاص الموضوع صعب جدا، خلاص تمام، لازم اخد اكشن، بس لازم يتعامل بشكل طيب ولطيف. بس ومش لازم نركز على كل مس بيهيفير، مش لازم كل حاجه بتحصل اركز فيها. ممكن ببساطه بصه اوريه للطالب او للطالب ان انا خدت بالي وعديت ومش هقف عند الموضوع، ده كفايه. يعني ده اوقات بيبقى تمام، وعلى فكره هم ده بيخليهم يحترموا نفسهم اكتر. نفريز الستودنتس لما بقى، طب سواء بقى الطالب ده يعني عنده مشاكل او ما عندوش، مش عارف هي مشكله في البرزنتيشن ايه، بس مش مشكله يعني. سواء الطالب عنده مشكله او ما عندوش، لازم ادي فيدباك، والفيدباك ما يكونش زي اكسلنت وجريت ورائع وزي الفل وايه الحلاوه دي، لا. احنا بندي فيدباك يكون حاجه محدده. يعني اقول مثلا عندي مثلا طالب مثلا كان في العادي البيهيفير بتاعه مش كويس، او النهارده البيهيفير بتاعه كويس، اقول له شكرا يا فلان ان انت النهارده مثلا انت يو بيهيفد ويل، النهارده كنت تصرف بشكل كويس، وان انت سمعتني. ممكن حتى والكلام ده على فكره حتى على مستوى الاكاديمي، لما يجي ادي فيدباك لازم يكون
مثلا حد عمل كتب كتابة أو عمل رايتنج أو عمل حاجة في الهوم ورك أو أي حاجة، ما بقولوش اكسلنت بس، أو يعني سواء حتى لو مش لازم بكتبها، مش لازم اللي أنا بقوله ده يتكتب، بس على الأقل أبلغه للطالب بشكل إن هو يبقى فاهم هو عمل إيه حلو، ما يبقاش في المطلق أنت حلو وخلاص، لا لازم يبقى فاهم أنا بشكره على إيه وبقول له مجاملة على إيه. احنا نفسنا بنحب ده، احنا بنحب لما حد يقول لنا التيشيرت بتاعنا حلو، ان النظاره بتاعتك حلوه، الكلام ده بيفرق معانا، الكلام ده بيفرق معاهم قوي برضه. لما بشوف حد من الطلبه مغير حاجه في شكله، عامل حاجه، الهدر بتاعه احسن، لابس لبس جديد، لابس كوتش جديد، بعلق وبقول له تعليق حلو. فمثلا ممكن اقول حاجه زي بدل great job اقول له I appreciate your hard work مثلا. الحاجات دي بتبقى شخصية أكتر، وبتحسسه بتحسس الطالب إنه متشاف، إن الحاجة المعينة اللي هو عملها اتشافت بس. وياريت بدل ما احنا بس بنكلم الأهالي لما بيحصل مشاكل، لو نحاول نكلم الأهالي برضو لما بيحصل حاجات حلوة، ده بيفرق مع الأهالي وبيفرق مع الولاد. من الحاجات اللي بتفرق جداً هي الـ seating arrangement، ازاي هقعده. يعني اوقات بيبقى غصب، يعني مثلا يوم ما يبقى عندي امتحان لازم يقعدوا كل ديسك لوحده، لكن انا مثلا في المطلق مثلا عندي دايما في الانجليش دايما بيعملوا حاجات مع بعض، جروب اكتيفيتي في الاخر او كل او حتى 3 4 ايام في الاسبوع، او يعني مش لازم كل يوم، يعني حتى لو مرتين او حاجه، فلازم انا دايما اقعدهم في الجروبس. ولازم اميك شور ان مثلا الصحاب مش قاعدين جنب بعض، وفي نفس الوقت برضو مش عايز احط اتنين يبقوا مثلا هيعملوا مشاكل مع بعض. يعني ايه، انا عارف ان ده مثلا شقي شويه ودي شقيه شويه، ما اقعدهمش جنب بعض. فبيبقى في كده نوع من انواع ان انا ايه، تفكير استراتيجي كده، انا ازاي هقعدهم. فانا مثلا في السن بتاع اللي هو الصغير، انا بدرس اللي هو upper elementary اللي هو رابعه خمسه سته ابتدائي، فده في السن ده الولاد ما يحبوش يقعدوا جنب البنات، فانا اتفنن اقعد بنت ولد بنت ولد بنت ولد، والبنت يبقى في وشها ولد والولد يبقى في وشه بنت. فانا بقعد التيمز عندي بطريقه اميك شور ان الشخص اللي جنب البنت او الولد دول ما يكونش سبب ان هم ما يركزوش. وبرضه بيفرق جدا ان انا اقعد حد مثلا شاطر او حاجه في كل جروب على الاقل، ده الشخص ده بيساعدني ان هو مثلا ايه يتشاك مع صحابه، ان هم لو عايزين يراجعوا حاجه يراجعوا منه، ده بيفرق جدا. بس وحسب نوع الحصه طبعا بتفرق. مثلا ممكن انا عامل لو انا مثلا مدرس عامل حصه قراءه او حاجه، ممكن اقعدهم في دايره ايا كان. المهم الطريقه، يعني انا لازم ابقى مخطط طريقه القعده بتاعت الولاد. ولو انا بس الابلكيشن انا مش مجهزه معايا دلوقتي، بس هو كان في ابلكيشن على الموبايل بدخل فيه على اسامي الطلبه وبدخل شكل الكلاس عامل ازاي، يعني مثلا قعدهم في جروبس، قعدهم في كام جروب او كده، وكنت بقعد اتخيل على الموبايل قبل ما اروح المدرسه انا هقعد مين جنب مين. فما اجي مدرسه انا بس بحرك الديسكات والكراسي بس، فخلاص مش ببقى لسه قاعد بفكر. فلو حد برضو انترستد ان هو يعرف الابلكيشن ده هبقى ابعته لحضراتكم يعني. بس من الحاجات اللي بتفرق جدا ان انا اكريت لسن بلان قويه. لما اللسن بلان بتاعتي تبقى قويه، ده بيخليني يعني عارف انا هعمل ايه بالظبط وهقول ايه بالظبط. فده بيفرق جدا في الكلاس روم مانجمنت. انا عارف ان انا بعد ما اخلص الحاجه الفلانيه، مثلا التوبيك الفلاني، البرزنتيشن الفلانيه، انا مثلا هخش في الاكتيفيتي فلاني. لو انا مجهز ده كويس وورقي جاهز وحاجتي جاهزه وخطتي جاهزه، انا مش هاخد وقت. الفكره ان هو الموضوع ممكن في دقيقه الولاد، يعني لو انا سرحت دقيقه او انا اتاخرت عليهم دقيقه، لو ما خليتهمش مشغولين هيحصل بقى كلام ومش عارفه اسيطر على الفصل. فكل ما ابقى محضر اكتر بيفرق معاهم اكتر، يعني بيفرق مع الولاد وبيفرق معايا. بس فان انا بخلي بقى ان ايه، ان انا بتحرك من برزنتيشن لاكسرسايز لاكتيفيتي، انا ده لازم يحصل بشكل يكون
في بيكون سموذ او بيكون يعني سلس، فده بيحصل لما انا بكون محضر كويس بس. ولازم يبقى معايا دايما حاجه اكسترا للولاد الشاطره او الولاد الذكيه اللي بيخلصوا بدري وانا مش ببقى عامل حسابي، فده برضو بيفرق جدا في الكلاس مانجمنت بتاعي. طب معايا حد من الناس الشاطره خلصت وابتدى بقى يتحرك يفرك اي حاجه، اخليه يشوف حد تاني يساعده. يعني دايما لازم ابقى جاهز. معلش البرزنتيشن عماله ترعش مش عارف ايه. من الحاجه برضو اللي بنتحكم فيها زي، وده عكس اللي انا بعمله دلوقتي، اللي انا بعمله ده دلوقتي انا بتكلم كتير جدا، هو ان انا لازم اتحكم في كلامي كتير. يعني لازم انا ما بقاش قاعد بتكلم طول الوقت وطول الحصه. لو في حاجه اقدر ابعتها للولاد يعني مثلا يقروها او حاجه انا مسجلها ايه يعملوها، بحيث ان هم يجوا يبقوا بيعملوا بيحلوا على طول او بيشتغلوا على طول، ده بيفرق. او ان انا اديزاين اللسن في حصص غصب عننا كلنا بنبقى بنتكلم فيها اكتر وده طبيعي، لكن ما ينفعش يبقى كل الحصص الريتم بتاعها ان انا كلامي اكتر من يعني كلامي هو شغال طول الحصه. في وقت من الاوقات هم هيبطلوا يسمعوني، ده يعني صعب جدا. بس فلازم برضو ايه، ممكن بدل ما اقعد اعلق كتير على البيهيفير، ممكن زي ما قلنا ممكن نبص باي كونتاكت بس. ممكن استخدم اكتيفيتيز مختلفه. ما ينفعش انا ابقى السنتر طول الحصه. وفي حاجه بقى دي حاجه لطيفه جدا وفرقت معايا السنه دي، ان انا بستخدم معاهم حاجه اسمها برين بريك. البرين بريك ده عباره عن ايه؟ ده بيبقى مثلا لا يتعدى دقيقه دقيقتين، فلو كده كده بنضيع لو هيحصل وقت ويضيع، فمش يعني لما الوقت يضيع في حاجه مفيده يبقى تمام. البرين بريك دي عباره عن انا حاطط لهم زي بريكس كده مختلفه على ستيكس، ومخلي حد مخلي شغلانه حد من الولاد ان هو يختار لنا حاجه بس يعني من غير ما يشوف هو بيختار ايه. طب ايه البرين بريك؟ ممكن هنلعب النهارده، هعمل معاهم لعبه دقيقه او دقيقتين، زي مثلا حاجه زي سايمون ساز. اقول مثلا سايمون ساز اوف، سايمون ساز سيت داون، مش عارف اللي هو لو ما قلتش سايمون ساز ما ينفعش يسمعوني. او مثلا ما اعرفش هي كان ليها لعبه تانية بالعربي ليها مقابل بالعربي بس انا ناسي يمكن اسمه. ممكن اوقات نسمع جزء من اغنيه او نسمع حاجه جديده، او ممكن تبقى مثلا من الحاجات اللي بنعملها ان احنا نعمل ان احنا نقف نسترتش، ان احنا ممكن بقعد مثلا العب معاهم. يعني ممكن نعمل حاجات كتير مختلفه، ولو دخلنا كتبنا على جوجل برين بريكس هنلاقي حاجات كتير جدا ممكن نعملها مع الولاد. دمها خفيف جدا وبتكسر حده الملل في الكلاس. وبعد كده ايه هما معلش معلش نكتب على جوجل ايه؟ على جوجل ايه؟ معلش نكتب ايه؟ نكتب برين بريكس. شكرا انا بعتها اهو برين بريك. ده بتبقى كده حاجه في النص كده، وتضييع وقت تضييع وقت. لو هم اوريدي مش سامعيني، فالدقيقتين ثلاثه اللي انا هستخدمهم في برين بريك دول هيفرقوا معايا بقيه الحصه. فدايما باجي ناحيه كده نص الحصه، يلا يا جماعه برين بريك، اخلص البرزنتيشن مثلا خلاص الولاد ركزوا معايا ربع ساعه ثلث ساعه خلاص بقى، طب يلا نعمل برين بريك قبل ما نحل. وقت الحل خلاص بيبقى الدنيا يعني هم هديوا، يعني هم اكشلي بيستمتعوا اكتر بالحل او بالحاجه اكتر من ان هم يقعدوا يسمعوا. نيجي لاخر نقطه وهي او يعني اهم اكشلي اهم نقطه، ان احنا ممكن نستخدم ريورد سيستم. الريورد سيستم ده هو نظام نقط او نظام مكافآت. هنتكلم عنه، هنتكلم عن ايجابياته وسلبياته، هنتكلم عن ازاي نعمله في الفصل. هو بيفرق جدا جدا جدا، وده اكتر تول انا بستخدمها فرقه معايا. طيب ايه الريورد سيستم او ايه نظام المكافئات؟ ثانيه واحده بس بطل الرعش اللي بيحصل ده. ثانيه واحده
انا بعتذر جدا. الريورد سيستم او نظام المكافئات هي طريقه ان احنا بنحتفل بالولاد بالبيهيفير بتاعهم بتحسنه، وكمان بنكنترول النيجاتيف بيهيفير. طيب، وده بيخليهم على طول متحمسين ان هم يعملوا احسن حاجه عندهم. طيب انا هتكلم على النقط وهتكلم على تجربتي الشخصيه في الموضوع ده. طيب، مبدئيا علشان نظام المكافئات عندي يبقى مظبوط، لازم اعمل له جولز واضحه، لازم يبقى عندي اهداف واضحه، سواء الاهداف دي اكاديميه او على مستوى البيهيفير، مستوى التصرفات بتاعهم، او على الاثنين. يعني ممكن اشتغل على الاثنين في نفس الوقت، ولازم يبقى عندي سياسات يعني بوليسيز محدده، انا بدي نقط على ايه، او مثلا بكافئهم على ايه وباخد منهم نقط على ايه. ولازم يبقى واضح وانا بدي نقطه او بدي يعني بكافئهم على حاجه، اقول لهم انتوا بتكافئوا على ايه، او وانا باخد منهم حاجه او باخد منهم نقط او كده بخصم منهم حاجه، برضو ده بيحصل ليه. ولازم بشكل اساسي اكون يعني لازم افضل كونسيستنت، يعني الحاجات دي بتحصل بشكل ثابت، مش بغير فيها كل شويه. ممكن نعمل فيها بعض التغييرات كلنا مع بعض وببلغهم التغييرات دي، بس ما ينفعش مثلا، يعني انا مثلا كنت دايما اوقات غصب عني بقع في فخ ده لما ابتديت نظام الريوردز من سنين، ان انا عندي شويه البنات حساسين اكتر من الولاد، فممكن اجي على الولاد اكتر اخد منهم نقط بس ما اخدش على البنات، عشان بقى ايه، ممكن مثلا يبقى عندي بنت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فممكن يبقى عندي حد مثلا. اسال سؤال لو سمحت. سؤال لو سمحت. طبعا. بالنسبه ل قالت لي على الاستماره اللي انا ما بنها، فهل هيكون في شهاده حضور؟ ما اعرفش والله، مش ليه حضرتك تقدري تساعدينا بحاجه زي كده؟ نعم. بس حضرتك ممكن اي رساله حضرتك عايزه تكتبيها ممكن تبعتيها في البرايفت وانا هرد عليك. اتفضل يا مستر سي. فاحنا ايوه حضرتك، بس ممكن تبقى تكتبي الرساله بتاعت حضرتك في مسج ومش شيرين هترد على حضرتك. فان احنا نفضل كونسيستنت، ان احنا نفضل مكملين على اللي احنا بنعمله. فانا زي ما كنت بقول، ممكن توضيح لو سمحت؟ نعم. الو ايوه بالنسبه للشهاده حضرتك ممكن تكتبي في رساله بعد اذن حضرتك، ومش شيرين هترد على حضرتك. طيب حاضر. شكرا. شكرا لحضرتك. فان احنا نبدا، فمثلا انا فكنت بقع في المشكله دي، ان انا عندي بعض البنات مثلا ممكن يكونوا حساسين شويه، فلو اخذت منها نقطه ممكن تقعد متضايقه، فاجي على الولاد، لدرجه لحد ما حد من الولاد اخذ باله وقال لي مستر سيف، هو حضرتك بتاخد مننا نقط اكتر من البنات، هو انت حضرتك بتحبهم اكتر؟ وده مش حقيقي خالص. فلازم ابقى افضل كونسيستنت وعامل كله بشكل عادل، مهما كان، حتى لو طالب من الطلبه المفضلين، طالب من الطلبه ما شاء الله عليهم المبهرين الجمال اللي كل حاجه، لو حصل حاجه مثلا كسر قاعده، حصل حاجه، ان احنا نتعامل بنفس الرولز اللي احنا متفقين عليها. بس ونقدر كمان من وقت للتاني ان احنا ندخلهم، يعني احنا الناس برضو بنتفق مع الولاد عايزين ندخل نقط ايه مع الموضوع. يعني انا من الحاجات مثلا اللي بهتم بيها جدا نظافه الفصل، فانا قايل لهم من اكتر الحاجات اللي عليها نقط هي نظافه الفصل، فانا بشوف كل يوم مين اخر ولاد بيمشوا من الفصل عندي، وكل واحد فيهم بياخد 5 نقط، ودي اكتر حاجه انا مديها في ال يعني لما باجي ادي نقط وحواري حضراتكم انا بدي النقط ازاي وفين. فدي مثلا حاجه، فانا عندي اي حد هيجي الكلاس بتاعي على اخر اليوم هيلاقي الفصل نظيف جدا. دايما عندي 4 أو 5 طلاب طمعانين في 5 نقط زياده، ايه
يعملوا ده. طيب ايه الايجابيات والسلبيات بتاعت الموضوع الريورد سيستم؟ الايجابيات هو ان طبعا البيهيفير بيبقى كويس جدا. انا يا اما زي ما قلت لحضرتك انا يا اما حاطط ده في بورد ويا اما بستخدم اثنين ويب سايتس هوريهم لحضراتكم دلوقتي، فهم بيشوفوا الكلام ده قدام عينيهم، فانا ممكن ادي بوينت او اخد بوينت قدام عينيهم، فطبعا ده بيخلي البيهيفير بتاعهم اندر كنترول، بيزود الموتيفيشن بتاعهم، عايزين ياخدوا نقط على طول متحمسين. الولاد نفسهم بيبقى مودهم حلو كده لما بيشوفوا البوينتس وانا بديهم بوينتس، ده بيخليهم في مود لطيف. وبيزود في المطلق كمان الـ يعني واحد من الويب سايتس اللي انا هوريهم لحضراتكم ان هو كمان بيبقى فيه تايمر، فلما احط التايمر عليه او حاجه زي كده بالولاد كمان بيبتدوا يبقوا عايزين يخلصوا الحاجات اللي هي مطلوبه منهم خلال الوقت ده، فده بيزود كمان الريزلتس بتاعتهم بيعليها. طيب ايه العيوب؟ العيوب ان هم في وقت من الاوقات بيجت ادكتد، بيبقى في كده نوع من انواع الادمان للي حاصل. هم الولاد دلوقتي انا عايزين نقط، احنا عايزين نقط على طول خلاص زي حقن كده. طيب يبتدوا في وقت من الاوقات يبتدوا يحسوا كاننا بنتلاعب بيهم، كاننا قصدين يعني ايه بنزل لهم يعني بالنقط. طيب بيبتدوا يركزوا على الحاجات اللي هم بعد مثلا انا مثلا ببقى قايل لهم مثلا خلال شهر خلال اسبوعين خلال شهرين ايا كان الوقت اللي انا هتفق معاه، اكتر حد عنده بوينتس او اكتر جروب عنده بوينتس مثلا هيبقى ليه حاجه هديه صغيره اي حاجه. وعلى فكره الحاجات الصغيره بتفرق معاهم جدا، يعني مش لازم تبقى حاجه كبيره. فهم بيبتدوا يركزوا على ده. طب يا مستر احنا طب مستر انا كان نفسي في الشوكولاته اللي مش عارف ايه، انا كان نفسي في ايه. وطبعا بقى في ولاد كمان بتشطح انا نفسي في ايفون 15 برو ماكس مثلا او حاجه، اقول له ان شاء الله يا حبيبي حاضر معانا. فدي الحاجات. طيب انا حابب اوريكم اثنين ويب سايتس انا بستخدمهم غير موضوع البورد اللي انا بستخدمه ده، يعني احنا يعني ممكن حتى نجيب اللي هي البوردز اللي هي تبقى موجوده في اي حته اللي هي صغيره بكتب عليها اسميهم بالبيرمننت ماركر وبحط علامات صح وغلط حسب البيهيفير. وانا هنا بقى متفق معاهم مثلا لو خلاص لو ثلاث حاجات صح مثلا ممكن تاخد خمس دقائق في بريك زياده، يعني انا عندي عامل معاهم سيستم كده ان تسعه صح ومستاذن مديرتنا مش سوفي لو وصلنا لتسعه، وده صعب يعني حاجه مش سهله بتحصل، ان هم هيقدروا يجوا مش لابسين لبس اليونيفورم مثلا وممكن يبقى يوم خميس او حاجه فتمام ده ممكن يحصل. فانا برضو بشوف ايه الحاجات اللي ممكن تبقى دمها خفيف ليهم واديهم ريوردز. فلازم يبقى مش بس كله عقاب او كلها عواقب، لا لازم برضو يبقى فيه ريوردز. الريوردز دي كل مدرس وكل اداره وكل مكان يعني هتفرق عنده، مش هتبقى بنفس الشكل بنفس الطريقه. طيب ايه الاثنين ويب سايتس اللي احنا ممكن نستخدمهم؟ هو واحد اسمه كلاس دوجو، الاثنين ويب سايت، واحد اسمه كلاس دوجو والثاني اسمه كلاس كرافت. كلاس دوجو انا يعني انا دلوقتي هقفل يعني هستوب شيرنج وهوريكم كلاس دوجو. هو من الطف الويب سايت اللي احنا ممكن نستخدمها. دي بس هو ده شكل كلاس دوجو. بعمل هو فور فري ما فيهوش اي حاجه، بلوج ان واحده انا سنه دي بدرس جريد 6 فهو طلبه بتوعي 22 طالب ومش بدخل. انا ممكن ادخل الاهالي انا بس مش بدخلهم، انا بقى حاجه بيني وبين الولاد، ودول الولاد عندي وده النقط بتاعتهم. عندي ولاد اللي جايبين 60 واللي جايبين 63، وعلى فكره هما يقدروا يختاروا الكاركترز اللي هما حابين. على فكره هما في سته ابتدائي بس ودماغهم المفروض كبرت على الكلام ده، الا ان هما بيستمتعوا جدا بالشخصيات اللي حضراتكم شايفينها قدامكم.
ويقدروا يختاروا الكاركتر اللي هم حابينها، والموضوع ده بالنسبه لهم ممتع ان هم يختاروا الكاركتر اللي هم عايزينها. وانا مثلا هوري حضراتكم انا في نقط، هي في حاجات موجوده على الويب سايت زي ما هي، وفي حاجات انا زودتها. فيما معناها ايه؟ مثلا فكره behaving well انا مزودها، being kind. لو شفت حد من الولاد بيعمل تصرف طيب مع حد من الولاد التانيين، ودي طريقه مني في تشجيع فكره انهم يبقوا طيبين ويبقوا لطاف مع بعض، فبدي 5 بوينتس. ودي حاجه لازم انا اخد بالي منها ولازم اشوفها، مش يجي يقول لي انا عملت تصرف طيب فاديني نقط. بس انا بدي following rules quickly. حتى عامل حاجه بسيطه جدا لطيفه جدا اسمها وي ميس يو، لما يكون حد غايب او تعبان مثلا بقاله كذا يوم، ان احنا ممكن نديله بوينتس بس اللي هو وي ميس يو بس. وكان ايام مثلا كوفيد كان عند، كنت حاطط لهم putting on a mask، وفضلت معايا بقى في الكلاسز الجديده لان هي بتفضل معاكم، فاحنا بنقدر نزود فيها كل حاجه. طبعا اللي عنده، اللي حابب يتعلم ازاي يستخدم كلاس دوجو يقدر يبعت لي في اي وقت. يعني وطبعا يعني انا معاكم بس حضرتك تبعتوا لي بس. فانا دي كده الطريقه. طب انا عايز لسه عايز ادي حاجه، عايز اخد نقط منه من ادم مثلا، انا ممكن هو هنا بيقطعني كتير، فممكن مثلا يكون مش بيفولو الرولز، ممكن يكون بيتكلم، ممكن يكون مش لطيف مع حد من صحابه او زمايله. فدي النقط، دي الحاجات اللي انا باخد بيها نقط. وحضرتكم لو لاحظتوا ان الحاجات البوزيتيف عندي اكتر بكتير من النيجاتيف، لان انا مش بحاول اخد منهم نقط، انا بحاول اديهم نقط على قد ما اقدر. وهنا انا مقسمهم جروبس، يعني عندي جروب 1 جروب 2 جروب 3 جروب 4. ده باجي في اول الكلاس، الجروب اللي الاقيه قاعد الاول بياخد مني نقطتين، اللي جهز بعديه ياخد نقطه، الاثنين التانيين مالهمش. فدي برضو من الحاجات اللي ايه، وممكن برضو لو انا قسمتهم تيمز وبنلعب جيم او بنعمل اكتيفيتي معين، بنحل حاجه معينه، فبدي كل تيم بيحل مع بعضه نقطه على الاجابه لو صح، ونقطه تانيه لو التيم ورك، عشان انا عايز اشجع التيم ورك. فهنا انا شغال على الحاجه الاكاديميك والبيهيفير في نفس الوقت. وعندي هنا بقى فكره التايمر، ممكن اديهم تايمر حاجه 5 دقائق، ده في العادي. وممكن كمان لو انا عايز اختار طالب بشكل عشوائي يحل لي حاجه، اختار اهو يطلع لي مثلا جالي حسين فهو اللي هيحل. الويب سايت الثاني اسمه كلاس كرافت، وده للطلبه الاكبر شويه، يعني اللي بيدرس سن اكبر شويه. وعلى فكره كلاس دوجو ده انا جربته مره مع ناس عندها 14 و15 سنه، وبشكل غريب جدا كان عاجبهم. انا حتى اتخضيت، انا قلت انا بهزر، انا لو يمكن الولاد هيحبوا ده. اشتغلت بكلاس دوجو لقيت ان الموضوع وهم مبسوطين بجو الاطفال اللي احنا عاملينه. طيب هوري بقى حضراتكم بقى ويب سايت تاني برضو، بس مش هتكلم فيه بالتفصيل. اسمه كلاس كرافت، ثانية واحدة. ده عامل شوية نفس فكرة الجيمز، يعني هوري حضرتكم. أنا ما عملتش ما اشتغلتش بيه قبل كده، بس لقيته حلو وحبيت أشاركه بيه. مثلا ده خاص كده تخيلي، بيتعاملوا بقى فكرة إن هو إيه، ده الكاركتر كأنها كاركتر في لعبة، وأنا بزود لهم البوينتس، فنفس الفكرة بتاع كلاس دوجو بس واخدة ستايل مختلف. ودي الباورز ودي الحاجات اللي انا كاني بقى يعني كاني عامل لهم لعبه، وهم عايشين في هذا العالم من يعني العالم الموازي السحري اللي فيه كاركترز شكلها مختلف ده. بس وهم بيتبسطوا جدا برضو من نفس الفكره ده، يعني للولاد الاكبر شويه بالذات اللي بيحبوا الجيمنج. اقدر بقى برضو ازود نقط كذا، انا برضو اللي اقدر احط الريوردز اللي انا عايزها وهكذا. انا بكده يعني اكون concluded السيشن، فانا ما يعني ما عنديش حاجه زياده اقولها، لكن لو حضراتكم عندكم اي اسئله حاضر، مفيش أي مشكلة. سمير حاضر،
ميس أميرة هبعت لحضرتك فيديو، لو يعني هحاول أبعت لنشرين يوتيوب فيديوز إزاي نستخدم نيربود، مفيش أي مشكلة خالص. هل في عندنا أي أسئلة قبل ما نوصل لآخر حاجة في السيشن، ولا تقدروا تبعتوا لي أي أسئلة أو أي مشاكل حضراتكم بتواجهوها في الفصل أو حاجة حابين نتكلم فيها قبل آخر نقطة؟ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ طبعاً. هل طلبة ميدل؟ عشو في إيكو، فأنا أحس أنه أتأخر. لا لا لا، على مهل حضرتك خالص. طلبة ميدل هل ليهم طريقة أو في البيهيفير كنترول أو أنا آسف جدا، بعتذر جدا حضرتك، بس صوت حضرتك قطع كذا مرة، فالجملة ما وصلتيش بشكل يعني مفهوم. تمام، هو أنا بس كنت بسأل على طلبة ميدل، هل هم ستايل معين في البيهيفير أو كرونيك بيهيفير بتاعهم يعني، أو طريقة مختلفة أو كده، ولا ممكن تنفع على جونيور وتنفع على جونيور؟ بس هقول لحضرتك حاجة، يعني أنا يعني شغال في التدريس، يعني اشتغلت مع أطفال، يعني أنا شغال في التدريس من قبل حتى من وأنا في الكلية، كنت بشتغل في الصيف يعني بنزل assistant في أماكن وكده، فاشتغلت مع سن صغير خالص اللي هو نتكلم من 5-6 سنين، واشتغلت مع السن اللي هو 16 و17. هو بشكل أساسي يعني، ودي حاجة أنا عارف إن هي ممكن تكون يعني تبان نصيحة عامة قوي، هي إن إحنا نتعامل معاهم تاني على إن هم بشر. يعني فكرة، بحيث إن إحنا لما بنبتدي نزنقهم بفكرة إن هم ده طالب مشاغب وده مش عارف كذا وده كذا وده كذا ودي كذا، اوريدي لما ابتدي اصدر احكام ده بيخليني او بان انا بتعامل مع المراهقين على انهم حاجه مختلفه عن البشر. هم معانا لسه، فحاجه ده بيفرق في الاتيتيود بقى، ان انا بتعامل معاهم وانا مش خايف منهم ولا انا بحاول اخوفهم. يعني دي نصيحه شخصيه، احنا مش بنحاول، احنا مش داخلين مع مش داخلين ند لبعض. فالفكره ان انا امنتين friendly attitude، يعني دايما في برضو نصيحة بتتقال من بعض الناس ان احنا نخش جامدين وبعد كده نفك. انا عمري ما كنت من انصار الطريقة دي، واللي انا كان بيحصل انا بخش باسلوب لطيف وبقول الرولز بتاعتي وانا ما بحبش ايه وبحب ايه، وحضرتك هتجربني او هتعمل حاجة بعديها مرة. ومثلا لقيت ان في طالب مثلا بيبقى مثلا في المراهقين مثلا سنه شويه بيبقى الفا ميل، او بنت مثلا شويه هي عايزه تهزر، ما حاولش لا احرجها ولا اكسفها قدام، ما حاولش احرجهم ابدا، لا مراهقين ولا اطفال قدام بقيه الفصل. اللي بحاول اعمله اقول له بعد اذنك ممكن اتكلم معاك وبكل ادب وبكل ذوق، ونتكلم معاهم وبديله احترامه او بديها احترامه، ومعلش واقول له او اقول لها معلش انا عارف انت ما كانش قصدك كذا كذا كذا، بس الفكره ان هو بقى يعني معلش، بس عايزين ناخد بالنا احنا في فصل. لما بنديهم احترامهم مع يعني حتى لو هو شخص شويه صعب، مع الوقت الموضوع بيفرق. وانا يعني وده اللي كان بيحصل معايا، وانا مش بحاسس ان انا اكسبشن لاي قاعده ولا انا مثلا سوبرمان ولا اي حاجه، انا بتعامل مع الولاد دي بحب وبادب وبذوق، يعني زي بعامل مع الناس بره بعامل الولاد دول جوه، وبحاول زي ما قلت لحضرتك ان انا اهزر معاهم، اتعامل معاهم بطريقه لطيفه، اشوف ايه الحاجات المشتركه برضو نتكلم. يعني على فكره يعني انا ما كانش ليا في التيك توك خالص، ابتدينا نتكلم مع الولاد في التيك توك عادي جدا، بقيت اخش واشوف الفيديوز وبقوا بيضحكوا وبيتبسطوا جدا 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 ان انا متابع معاهم حاجات هم مش عارفينها اصلا او ما كانوش متخيلين انا عارفها. فبقى الموضوع بقى بينا اللي هو بس اللي هي نرجع تاني لنقطة رقم واحد، ان انا ابني علاقة بيني وبينهم. اول ما هنبني علاقة والعلاقة دي هتبقى كويسة، كل النقط التانية وكل الحاجات التانية هتيجي بسهولة.
اتمنى اكون جاوبت على السؤال بشكل كافي، وان انا اكون فعلا يعني لو حضرتك عايزه تسالي في حاجه تانية طبعا انا مع حضرتك. تمام، شكرا حضرتك. طيب اخر حاجه بس احب ان احنا نعملها ان احنا نخش على نفس اللينك اللي انا بعته تاني دلوقتي. احنا بس انا عايز استاذن حضراتكم لو في حاجه او حاجتين اتعلمتوها جديد النهارده، بس لو احنا نكتبها حتى لو يعني مش لازم جمل كامله، ولو في حاجه حابين نتعلم عنها اكتر في الكلاس روم مانجمنت سيشن الجاي.